يعطيكم العافية. عم نشوف هلأ سوا الأورج الـ PA4X الـ MG2 يلي دخلنا بقلبه بروجرام الـ PA1000. بحب شير إنه هيدا الأورج منه أورج جديد، مثل ما في كتير عالم عم بيحكوا إنه ما كان جديد وهيدا، لا، هيدا الأورج انعمل بناء لطلب كتير عالم معودة على الـ PA4X MG2 بتحب الكيبورد الويتد الموجود فيه، بحبوا البادي الألومنيوم، بحبوا السامبلر الكبير اللي بيوصل معنا لحديت 3 جيجا كومبريس داتا، عنا الريبون وهالقصص هيدي، العالم معودة على الـ PA4X وحبت بروجرام الـ PA1000. جمعنا الاثنين سوا وعملنا سعر كتير مناسب بشكل انه تقريبا ما عم نربح بالمكنة، بس لانه نظرا للأوضاع الاقتصادية اللي عم بمر فيها العالم كله نتيجة الوباء وهالقصص هيدي. المكنة فيها بروجرام الألف كامل، معمل له ريماسترينج على كواليتي أعلى. في عنا بالإضافة لهالشي عنا إيقاعات عربية شرقية، كنتوا عم بتطالبوا إنه يكون في عنا إيقاعات طربية شرقية، عملنا 24 إيقاع طربي وإيقاعات باند للمسرح، وعملنا إيقاعات خليجية عالية الكواليتي جدا موجودة على الفاكتوري. عنا بال اول بانك بالفاكتوري على البيج 3 بيجوا ايقاعات اسمهم ريل اللي هن 24 ايقاع شرقي، وعنا على البلد عنا ايقاعات الباند اول صفحتين، وعنا ايقاعات الخليجي الجديد موجودين بالفاكتوري على الفانك بلوز على هالاربع صفحات هون، هيدول الايقاعات الجديد. وعنا طبعا الابديت اللي نزلناه مؤخرا للبي اي 1000 من انترويات وايقاعات كمان دخلناه جواته. البروجرام كله سوا على الروم، يعني عنا الرام فاضي، وهيدي الميزة بيتميزوا فيها مكنات الام جي انه اليوم بتحصل على برنامج كتير كبير وكتير ضخم وشامل، وعندك الميموري كلها حر انت تزيد وتضيف البرامج بدك اياها لحديت 3 جيجا. حنشرح شو هن ال 3 جيجا المكتوبين هون، هن ال 1.5 جيجا بايت الموجودين بال PA4X اللي بنعمل لهم كومبريس وبصيروا 3 جيجا. دخلنا كمان أصوات جديدة، تقنية جديدة دخلناها أول مرة بنستعملها، ونتشكر شركة كورج عليها. هي الأصوات اللي فيها مالتي لايرز بدون ما يكون خاصة الفيلوسيتي بقلبها. هعطيكم مثال أنا صوت بحبه كتير اللي هو عنا التينور ساكس تبع M1. التينور ساكس كلنا بنعرفه إنه بندق عليه فيه لاير واحد ما بيغير الصوت على نفس الكبسة. هيدا التينور M1 هون فيه 6 لاير بقلبه، وهيدا اعطيتنا اياه هديه شركه كورج اللي هو التينور الاساسي يلي انعمل، بس ما تدخل انه فيه كتير ذاكره كبيره وما كان بيساعد الام1. هيدا هو، شوفوا اللايرات تبعه مثلا، نحن عم نعزف بغير الصوت كانه صوت حقيقي. لاحظنا كيف عم بغير بغير الصوت، وهيك كمان دخلنا أصوات شعبي قربنا فيها كتير على النظام الموس إنه كيف بغير الصوت. بتسمعون كمان أصوات الشعبي على البنك بالفاكتوري، آخر بنك الأتنك محطوطين ورا بعض، كل الأصوات اللي عليها حرف الآت هي أصوات جديدة. مثلا لو إذا أخذنا المجويز لاحظوا كيف غير، وحتى غير مش بس اللاير، غير تيون نفس النوتة. مخص الفيلوسيتي، فيكم تلغوا الفيلوسيتي من قلب المكنة بيضل يغير الصوت، يعني اللاير معمول مش بطريقة الفيلوسيتي. هذا سيستم جديد، كل أصوات الشعب معمولة بهالطريقة هيدي. مثلا النايك بغير، بيضل يغير حتى تيون بغير على العزف. هيدا النظام الجديد المحطوط كمان دخلناه بقلبه. لكن صار عنا برنامج الألف كله سوا، عنا إيقاعات عربية جديدة، عنا إيقاعات خليجية جديدة، وعنا الأصوات بالإضافة لأصوات الـ 1000. هالأصوات الجديدة هالتقنية الجديدة عم نجربها، واللي برأيي بتعطي نتيجة كتير حلوة، وحنشوف إذا فينا نضيف عليها مستقبلاً لهالموضوع هيدا. بحب شير انه الاجهزة الجديدة الـ PA4X مربوط البرنامج بالسيريال نمبر. هلا وقتين رح نكون عم نستعمل الفاكتوري واليوزر والدايركت.
قريبا خلال اسبوعين تقريبا نفتح اللوكال، لانه اللوكال بعده ما انه مجهز تفتح من ال 1000 على ال 4X. لو بتعرف نحن عم ندمج مكانتين، في شويه تعديلات بدنا نعملها. رح يكون هلا عنا على الفاكتوري ايقاعات ال 1000 بالاضافه للايقاعات الشرقيه والخليجيه الجديده. عنا ايقاعات اليوزر اللي فيها الانترويت، والدايركت فيها ايقاعات البي اي 4X الام جي 2. البرامج حتتوزع على سيريال نمبر. ليش عملناها على السيريال نمبر؟ لسبب كتير بسيط، للحماية المطلقة، بحيث انه لا الايقاع ولا الباد ولا اليوزر ولا اي شيء بيشتغل من مكنة لمكنة تاني. عم نحكي عن شغلنا نحن مش شغلكم انتو، شغلكم انتو فيكم تبدلوا فيه وتاخدوا من حيالة جهاز وتعطوا بعض وبيقرأ حيالة جهاز، اما شغلنا نحن بس لقلنا حيكون لكل جهاز بجهازه. هذه الطريقة هي برأينا هي اعلى حماية ممكنة للشغل. وبحب طمنكم انه البي 1000 نحن ما تركناه مثل ما في كتير حكي عم بينحكى ابدا. البي 1000 بقلكم انه في مشروع مع شركة كورغ نزد له الميموري، وكمان البي 1000 رح نعمل له ابديتات ورح نجرب ندخل هالبرنامج هون بالبي 1000 لما يتكبر الذاكرة تبعه. وبرجع بشير وبأكد انه هذا الجهاز معمول لناس هن طالبوا فيه للفور اكس انه يكون متضمن البي اي 1000، ودخلنا هذا الشيء نحن بقلبه بناء على طلب هالاشخاص. الكميه محدوده جدا من هذا الجهاز، ويمكن قريبا بطل في عنا منه التنبيع، لانه يعني الكميه صنعت لناس محددين هن طلبوا انه يكون عندهم هذا الجهاز. وبتشكركم ومنطلع تواصل ومنخبركم بكل جديد. شكرا.